عجيب انت، هذا بيترك كل الاشكال الحلوه وبيوشي الميزان. انا بالنسبه لي الميزان له علاقه بالعداله، والعداله شيء كثير هام وضروري. هلا بدك تقنعني انه في عداله بالكون؟ طبعا في. انا العداله بالنسبه لي اني ما اسكت عن الظلم اذا ظلمت، وانه اذا لي حق لازم اخذه ولو بالقوه. هيك عداله بانه كوكب موجوده عنا بالارض. انا طول عمري ماشي على هالاساس، الا اذا كانت العداله ضد الانظمه. بالعكس، هذا الاساس للانظمه. بس يعني منظر الميزان على ايدك ما رح يكون حلو. لا تخاف، هلا حكيم بتوصل. خالص خالص. ايه مبروك. وهدول هدول هلا بروح امسح لك اياهم سبيرتو. شوف مبروك معلم.